السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا خوتي في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب. نتكلم على لائحة المنتخب المغربي بطبيعة الحال في كأس إفريقيا للأمم بطبيعة 2025. جوج مراكز، مركز خط وسط ميدان ومركز خط الهجوم، 8 وسط ميدان و8 مهاجمين يمكن يكونوا في المنتخب المغربي في هذه اللائحة بطبيعة الحال. لا جدال ولا نقاش فيها، لائحة اللي تقدر تكون منوعة بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي في مركز خط وسط الميدان ومركز خط الهجوم. غنبداو اللائحة ديالنا في مركز خط وسط الميدان، عاد كنمرو لائحة مركز خط الهجوم بطبيعة الحال. لائحة ديال وسط الميدان للمنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال كتكون من 8 لاعب، ولائحة الهجوم اللي كتكون كذلك من 8 لاعب بطبيعة الحال. العدد 16 لاعب بطبيعة الحال بين الدفاع وسط الميدان وخط الهجوم للمنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال بدون جدال أو نقاش. غنبداو اللائحة ديالنا في مركز خط وسط الميدان، غادي غنمشيو لخط الهجوم بطبيعة الحال. غنبداو بثمانية لاعب ديال وسط الميدان بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. غادي غنمشيو لثمانية لاعبين بطبيعة الحال المهاجمين. غنبداو بسفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعب صراحة من العناصر المهمة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير ولاعب مميز ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي اللي هو من العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب مميز صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي. عنصر اليوم العناصر الجيدة لا جدال فيها. نمشيو لاعب ثاني بوشواري، لاعب سانتيتي الفرنسي، لاعب كذلك سفيان أمرابط جباق مشارك في كأس إفريقيا بطبيعة الحال تباعا، جباق المهم شارك في كأس إفريقيا، أما بوشواري ما عمرو شارك في كأس إفريقيا بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي. لاعب بوشواري كيلعب في نادي سانتيتي الفرنسي، لاعب اللي عنده تكوين بلجيكي. نمشيو لاعب ثالث أسامة العزوزي، لاعب نادي بولونيا الإيطالي عنده تكوين هولندي، اللي هم العناصر بطبيعة الحال المؤثرة اللي ممكن تكون داخل المنتخب الأولمبي وفي المنتخب المغربي كذلك. بدا كيفرض الاسم ديالو صراحة لاعب أسامة العزوزي، لاعب نادي بولونيا الإيطالي بطبيعة الحال، اللي هم العناصر اللي تقدر تكون جيدة بطبيعة الحال للمنتخب الوطني المغربي. الآن بعد ثلاثة أسماء نمشيو للأسماء الأخرى بطبيعة الحال، مركز خط وسط الميدان للمنتخب الوطني المغربي. غنمشيو عز الدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي، اليوم العناصر الكبيرة. أسامة العزوزي شارك في كأس إفريقيا، أما أوناحي بطبيعة الحال حتى هو شارك في كأس إفريقيا. عز الدين أوناحي لاعب مانشستر، عفوا لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من العناصر الكبيرة داخل المنتخب المغربي. بعض الأحيان كيهول المستوى ديالو صحيح، ولكن الأغلبية كيكون المستوى ديالو مزيان في المنتخب بطبيعة الحال. لاعب عز الدين أوناحي، لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي، اللي كيبقى من الاسماء الجيده بطبيعه الحال في النخبه الوطنيه وفي المنتخب الوطني المغربي. لاعب عز الدين اوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي. نمشيو على الاسم الخامس، لاعب سليم املاح، لاعب فالنسيا الاسباني، سبق له شارك في كاس افريقيا بحاله بحال اوناحي. لاعب سليم املاح اللي صراحه كان المستوى ديالو ناقص في كاس افريقيا بزاف صراحه، لاعب فالنسيا الاسباني اللي عنده تكوين بلجيكي وكيبقى من خيره اللاعبين بطبيعه الحال ممكن يكون في المنتخب الوطني المغربي. لاعب سليم املاح اللي كيبقى لاعب صراحة متميز في النخبة الوطنية بطبيعة الحال بدون نقاش أو جدال، لاعب سليم أملاح. في عند لاعب بلال خنوس، لاعب البطولة البلجيكية، اللي هو من العناصر بطبيعة الحال اللي ممكن تكون مؤثرة داخل المنتخب المغربي. لاعب بلال خنوس 19 سنة، لاعب البطولة البلجيكية، عنصر اللي هو عنصر مهم صراحة في المنتخب بطبيعة الحال، وممكن يكون من العناصر الجيدة بطبيعة الحال ديال المنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي يقدر يكون مؤثر داخل النخبة الوطنية بطبيعة الحال بدون نقاش أو جدال على ذلك، لاعب بلال خنوس بطبيعة الحال عنده 19 سنة. نمشيو الاسم السابع، لاعب وليد الكارسي، لاعب بيراميدز المصري 29 سنة، من العناصر بطبيعة الحال اللي ممكن تكون من العناصر المهمة اللي عند المنتخب الوطني المغربي. لاعب وليد الكارسي من العناصر اللي عنده 29 عام، تجربة كبيرة ممكن يكون فريق الوداد البيضاوي صراحة. اذا لاعب وليد الكارسي اليوم العناصر اللي صراحه ممكن يكون من الاوراق المزيان داخل المنتخب الوطني المغربي. نمشيو عند الاسم الثامن، ابراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، اللي هو من العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي، اسم كبير صراحه داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب ابراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، اللي هو من العناصر الكبيره داخل المنتخب الوطني المغربي، عنصر كبير داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد بطبيعة الحال، عنصر اليوم العناصر المهمة داخل المجموعة ديال
ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. ابراهيم دياز، غنمشيو الاسم التاسي، امين عدلي لاعب باير ليفركوزن الالماني اللي كيفهم الاسماء الرائعة، الاسماء الكبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. امين عدلي عنده شي 23 سنة، تكون فرنسي وكيبقى من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. لاعب متميز امين عدلي، اللي صراحة لاعب باير ليفركوزن الالماني اللي هو من العناصر اللي طريق المؤثر داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي. صحيح ما بانش بواحد المستوى كبير في كأس افريقيا، غنمشيو عند بطبيعة الحال نشوفو الكارسي، ما عمرو شارك مع المنتخب المغربي كأس افريقيا، املاح شارك كأس افريقيا، ابراهيم دياز ما عمرو شارك مع المنتخب المغربي كأس افريقيا، عدلي شارك مع المنتخب المغربي كأس افريقيا، وهذا الياس اخو ما عمرو شارك مع المنتخب المغربي في كأس افريقيا. لاعب اللي عنده 19 سنة ممكن يكون العناصر المؤثرة داخل المجموعة ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. الوقت اللي ماجي انه لاعب باقي صغير، لاعب باقي كل المستقبل حداه بطبيعة الحال. لاعب اللي ممكن يكون متميز الياس اخو ما عند حكيم زياش اللي جبق له شارك جوج كؤوس افريقيا بطبيعه الحال بدون جدال او نقاش. حكيم زياش اللي كيلعب في نادي غلطة سراي التركي، 31 عام، العناصر المهمه داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعه الحال. حكيم زياش كيبقى من الاسماء الكبيره داخل المجموعه ديال المنتخب الوطني المغربي صراحه. اللاعب حكيم زياش اللي كيلعب في نادي غلطة سراي التركي، عنصر مهم جدا صراحه داخل النخبه الوطنيه وداخل المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو بطبيعه الحال سوفي الرحيمي لاعب العين الاماراتي اللي هو من العناصر بطبيعه الحال الجيده في وسط في خط الهجوم ديال المنتخب المغربي. غاب المنتخب المغربي مده كبيره بطبيعه الحال على لوائح ديال المنتخب المغربي صراحه. الرحيمي كان خصو يتواجد ولكن للاسف كان كيغيب الركراكي لواعي ما نعرفني هو عنده الركائز ولا ما نعرفني. يعني 15 ابريل حنايا واللائحه التربص عايده في 3 يونيو، كانت التربص 3 يونيو لا جدال انه ممكن يكون فيه سفيان الرحيمي، كنتمنى يكون برا من الاصابه. وغدا يمكن غدا لعب الهلال السعودي مع العين الاماراتي لقاء في الشامبيونز ليغ الاسيويه، لقاء كبير صراحه مع الخمسه د العشيه من اللقاءات الكبيره صراحه بين الهلال والعين. نمشيو عند الياس بن صغير بطبيعه الحال. الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي من العناصر اللي ممكن يكون جيد صراحه داخل المنتخب الوطني المغربي. شاهدناه في ديك جوج لقاءات خاصه في اللقاء الاول امام انغولا كان صراحه جيد جدا. لاعب الياس بن صغير كان من اللاعبين الجيدين لا جدال ولا نقاش في ذلك. الياس بن صغير من العناصر اللي كان جيد صراحه في ديك اللقاء بطبيعة الحال. نمشيو عند لاعب الياس حسني لاعب السبت القطري 18 عام، ما عمرو تنادى المنتخب المغربي وكنتمنى ان يكون في المنتخب بطبيعة الحال لا جدال ولا نقاش. كنتمنى ان يكون في المنتخب المغربي هذا اللاعب الياس حسني باش نشوفوا المشكل ديال راس الحربة. حنا كنعانيو بزاف صراحة المشكلة ديال راس الحربة ديال المنتخب الوطني المغربي. غنمشيو للاسم رقم 15 بطبيعة الحال اللي هو اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي اللي هو من العناصر بطبيعة الحال مزيان. قلت لاعب سوفي الرحيم جبق له شارك كأس افريقيا. الياس بن صغير ما عمرو شارك معنا كأس افريقيا. الياس حسني بطبيعة الحال ما عمرو فحال المهم جيش الرحيم شارك معنا كأس افريقيا. الياس بن صغير ما عمرو شارك معنا كأس افريقيا. وإلياس حسني ما شاركش معنا في كأس افريقيا. عبد الرزاق حمد الله شارك معنا في كأس افريقيا في 2013، موعد بعيد جدا بطبيعه الحال. في عند اللاعب عبد الله الريحاني لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني الرديف، لاعب اللي ما عمره لعب في المنتخب المغربي اذا ما شاركش معنا في كأس افريقيا بطبيعه الحال ما عمره شارك في كأس افريقيا. لاعب عبد الله الريحاني عنده 20 عام، وحنا عندنا امل كبير في هاد اللاعبين الشباب بحال عبد الله الريحاني الياس حسني انهم يعطوا واحد الديناميكيه كبيره لمركز خط الهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال باش تكون شي حاجة اللي هي متميزة صراحة، تكون شي حاجة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي لا جدال فيها ولا نقاش. أن اللاعب عبد الله الريحاني بطبيعة الحال اليوم العناصر اللي متميز ممكن يكون داخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. اسم اللي ممكن يكون الأسماء الرائعة بطبيعة الحال لا جدال ولا نقاش فيها. عبد الله الريحاني اسم كبير صراحة، اسم ساطع داخل المنتخب بطبيعة الحال، ممكن يكون لاعب جيد لا جدال ولا نقاش. لاعب عبد الله الريحاني عنصر اليوم العناصر المهمة اللي ممكن تكون داخل المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كيحتاج صراحة لاعب رأس حربة
كنحتاجو بزاف صراحه، لان حنا كنعانيو بزاف صراحه في مركز راس الحربه ديال المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي كاين، شكرا لكم، الى اللقاء والى فيديو اخر.